لمزيد من النقاش تنضم إلينا من رام الله الدكتورة تمارا حداد الأكاديمية والباحثة السياسية. أهلا بك دكتورة تمارا. دكتورة تمارا، أبدأ بنقطة رفض أو اشتراط نتنياهو للتوصل إلى وقف إطلاق النار بالإفراج عن جل المحتجزين دون شروط مسبقة. على أي أساس هو يتمسك ويعرقل يعني خطوات التوصل لوقف إطلاق النار؟ البداية أسعد الله صباحكم وصباح المشاهدين، تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. أولا، نتنياهو وكافة المستوى العسكري والأمني مصممون على استمرار إطلاق النار. استمرار عملية إطلاق النار هذا يعني أن أي عملية تفاوضية في هذه الأوقات لن تعطي أي نتائج إيجابية، وبالتحديد أن ما زال أن دولة إسرائيل وبالتحديد نتنياهو الذي يعاني من أزمات داخلية بالتحديد في سياق منصبه السياسي، وسوف يذهب إلى بأي وقت إلى السجن، الآن هو يستثمر الوقت ويستغل الوقت ويطيل الوقت من أجل تحقيق أهداف أمنية وعسكرية وأيضا سياسية. حتى على مستوى السياسي يريد أن يهيئ هذا الأمر، ولكن يريد أن يتموضع أمنيا في منطقة قطاع غزة، يريد أن يسيطر وينفذ هذا التموضع الأمني، بمعنى وجوده في مناطق شمال شرق وأيضا السيطرة على محافظات الشمالية على في قطاع غزة، حتى يتدرج النزول إلى منطقة الوسط وإلى الجنوب. بمعنى أن حتى في هذه الوقت الحالي، صحيح أن هناك بعض المناطق في المحافظات الشمالية لم يطوقها حتى هذه اللحظة، ولكن مستمر في هذه العمليات. بمعنى أن منطقة شمال شرق قطاع غزة والبعض وأيضا منطقة المنتصف يعني التي تفصل بين الشمال والجنوب، هناك بعض التموضع الإسرائيلي، لكن المنطقة الوحيدة حتى هذه اللحظة لم يتموضع أمنيا في هذه هي منطقة غرب قطاع غزة، بمعنى مخيم الشاطئ التي يتواجد فيها الكر والفر حتى هذه اللحظة، نظرا أن هناك مقاومة فلسطينية هي ما زالت ترسخ قواعد في هذه المنطقة. لكن هنا دكتور تمارا، برغم يعني الكشف عن خطط نتنياهو ميدانيا يعني وجيش الاحتلال ايضا بقطاع غزة، الا ان يعني تقريبا بالاجماع وبحسب جل الخبراء العسكريين الغربيين منهم وايضا العرب، ان حتى اليوم اسرائيل لا تحقق ايا من اهدافها الميدانية على قطاع غزة، فعلى اي اساس هو مستمر؟ هل هو رفض للفشل؟ نعم، هذا صحيح. أولا، الواقع الاحتلال الصهيوني بالتحديد نتنياهو الآن هو يعلم تماما أنه فشل، والدليل أن هناك في تظاهرات وفعاليات ضد نتنياهو من أجل الإقالة. حتى بايدن تم الإشارة إلى نتنياهو أكثر من نقطة، يجب أن تتنحى عن موقعك السياسي، بمعنى تنحيه قبل الحرب وليس بعد انتهاء الحرب. هذا إشارة أن نتيجة هذا الفشل هو يستخدم الوقت ويطيل الوقت من أجل تنفيذ الأهداف الأمنية والعسكرية المتمثلة بالقضاء على المقاومة الفلسطينية، إنهاء حكم حماس في قطاع غزة، تدمير الأنفاق العسكرية. كل هذه التحديات لم يستطع حتى هذه اللحظة جيش الاحتلال الصهيوني أن يحققها. حتى على مستوى إخراج الأسرى الإسرائيليون لم يستطيعوا أن يحققوا هذا الأمر، هم يريدون إخراجهم بدون شروط، لكن المقاومة لديها شروط. شروطها وقف إطلاق النار وتبييض الأسرى الفلسطينيون وأن يكون هناك فك الحصار الاقتصادي على قطاع غزة. لكن نتنياهو نتيجة الفشل الذي بواقعه الحالي، نتيجة عدم قدرته على حسم المعركة عسكريا حتى هذه اللحظة، حتى مستوى المناطق الشمالية لم يطوقها، بمعنى أن يطوق المقاومة الفلسطينية في المحافظات الشمالية لم يستطع حتى هذه اللحظة أن يطوق هذه المنطقة. هذا إشارة أنه لم يستطع أن ينفذ الأهداف العملياتية الميدانية في المنطقة المحافظات الشمالية. هو الآن يستخدم آلة القصف الجوي، يستخدم تعميق الأزمة الإنسانية، بمعنى ليس لديه أي خيارين إلا فقط تعميق الأزمة الإنسانية والقصف الجوي من أجل تنفيذ هذه الأهداف. حتى هذه الأهداف كما رأينا أن المواطن الفلسطيني رغم التحديات رغم الجوع والعطش ما زال صامدا ومرابطا. لكن فيما يتعلق بمفاوضات الأسرى الإسرائيلي، هناك مفاوضات في هذا الأمر، هناك مسارين، هناك المسار المصري والمسار القطري، الآن هم يعني مستمرون في هذا المسار، لكن التعنت الأساسي الآن في الإدارة الإسرائيلية المتمثلة بنتنياهو وأعضاء الحرب حكومة الحرب الحالية. هذا إشارة أن واقع نتنياهو على ما يبدو أن هناك في واقع آخر ليس كما يشار في الإعلام. على ما يبدو أن نتنياهو يريد أن يعني بالفعل يخسر الأصوات الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية، والدليل أن أصبح لكن وبرغم كل هذا دكتور